لله أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس الكبير، فيما سيكون طقس مستقرا وسماء مشمسة على العموم بباقي ربوع المملكة، هذا مع تسجيل هبات محلية لرياح قوية نوعا ما بكل من السهول الأطلسية الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الجنوبية. بحر هادئ إلى قليل هيجان بالبوغاز، بحر قليل هيجان إلى هائج ما بين رأس بارتيل والعيون، وبحر هائج بباقي السواحل. درجات الحرارة الدنيا تعادل 14 درجة بكل من طنجة والرباط، 13 درجة بالدار البيضاء، 15 درجة بأسفي، 17 درجة بمراكش، 15 درجة بأكادير، و17 درجة بالداخلة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى فتعادل 32 درجة بطنجة، 27 درجة بالرباط، 26 درجة بالدار البيضاء، 29 درجة بأسفي، 33 درجة بمراكش، 31 درجة بأكادير، و26 درجة بالداخلة.